النهاردة هنعمل مع بعض تيراميسو. طبعا كلنا بنحبها، دي حاجة حلوة المفضلة عند ناس كتير، وكمان سهلة قوي لان هي لا بتحتاج تدخل الفرن ولا تحتاج تقعد في التلاجة وقت طويل. الاول هبدأ لكم بالمكونات وبعدين هنشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة في المكونات هي جبنة كريمة، وانا عن نفسي بفضل فيلادلفيا، ومعنا فانيليا، عسل اسود، كيكة او صوابع كيك او ليدي فينجرز اللي انتوا تفضلوه، طبعا صفر بيضة، كريمة حلوة، سكر وقهوة، طبعا نكون محضرينها ومبردينها قبل ما نبدأ. اول خطوة معانا هي الكريمة الحلوة، هنضربها مع السكر لحد ما حجمها يزيد والسكر كله يدوب فيها. خلي بالكم في الخطوة دي، ياريت لو نضرب السكر واحدة واحدة، لان احنا لو نزلناه كله مرة واحدة ممكن ما يدوبش ويعمل لنا مشكلة. وهنفضل نضرب الكريمة مع السكر لحد ما حجمها يزيد وتتملي هوا. بعد كده هنيجي بقى لخليط الجبنة، هنحط صفار البيضة وبعدين هنحط عليه الفانيليا ونضربهم مع بعض بحيث بس ان هما يبقى خلطهم مع الجبنة سهل. بعدين هننزل بالجبنة الكريمة وهنحط عليها العسل الاسود وهنضربهم كويس قوي مع بعض لحد ما كل المكونات طبعا تكون دايبة مع بعض بشكل متجانس. بعد ما نخلط كل المكونات مع بعض هنبدأ دلوقتي ننزل الخليط بتاع الجبنة على الكريمة اللي احنا ضربناها، وهيبقى اسهل بكتير لو انتوا في الخطوة دي نزلتوا بالجبنة واحدة واحدة، ما حطتوهاش كلها مرة واحدة زي كده، لان ده خلاني اخد وقت اطول في ان انا اخلطهم ببعض من غير ما افضي كل الهواء اللي انا جمعته وانا بضرب الكريمة الحلوة. فنزلوها واحدة واحدة وهنبدأ نضربها بالراحة، مش هنضربها جامد ومش هنضربها بالمضرب الكهرباء، هنخلطها بايدينا علشان ما نخرجش كل الهواء اللي احنا جمعناه عشان الخليط يبقى في الاخر خفيف وحلو. احنا برضو مش محتاجين نقلق قوي لانه هي مش كيكة وهتدخل الفرن، واحنا محتاجين ان هي تبقى محتفظة بكل الهواء اللي جواها، بس هيكون كل ما كانت فيها هواء اكتر كل ما هتبقى اخف واحلى. دلوقتي بقى مع اخر خطوة معانا هننزل الكيك في القهوة اللي احنا حضرناها وبردناها، وبعدين هنبدأ نجمع الحاجة الحلوة بتاعتنا. هنرص طبقة كيك وطبقة كريمة، وفي الاخر ممكن نزينها ببشر شوكولاتة او بكاكاو. انا بحب شخصيا احط في الاخر يعني حبة توت بس عشان تدي لون، وفي نفس الوقت المزازة من التوت بتكسر شوية من حدة السكر يعني. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة، أتمنى أن انتوا تجربوها وتعجبكم. باي باي.